جدا جدا جدا. اهلا بكم في قناة احمد وعائلته ايفات فاميلي. جمالة وحنين واحمد. ما تبصيش يا حنين. طبعا انا بشوف لها الحاجة. احنا جايبين لهم حاجات كتيرة جدا، نشوف بقى هيعرفوها ولا لا. هما لحد دلوقتي شطار. شايفين المنظرة؟ يا ماما. شوفيها كده مش هتطلع من عندك. شكلها مرعب اصلا. لحد النهارده ايه اللي في الصندوق؟ وان شاء الله في مفاجات على اخر الفيديو، اتفرجوا عليها يا جماعه بجد والله هتعجبكم. اللي هتحط حاجات في الصندوق، وطبعا جمانة وحنين هم اللي هيلعبوا، وهتشوف ايه اللي في الصندوق. ولاول مره يشوفنا يدوس لايك واشتراك في القناه يا جماعه، وفعل الجرس لايكات كتير، اعملوا لايكات كتير وكومنتات، ايوه، وفعلوا الجرس عند الكل مش مخصص عشان يوصل لك كل جديد، واعملوا ايه، انتظروا مفاجآت على اخر الفيديو، وصلوا التحديات ل 2000 لايك، ايوه يا جماعه 2000 لايك، لا 2000 لايك احنا الاثنين. التحدي يلا لف وشكوا بقى يلا عشان طبعا مش هيعرفوا ايه اللي في الصندوق يا جماعه. ما حدش يبص. ماشي. يا ترى ايه؟ انت اللي عليك الدور يا جمانة، وشوفي ايه اللي في الصندوق. ما تبصيش، حطي ايدك بس. عربية؟ شاطر. برافو. يلا يلا يا حنين في وشك. طبعا ده التحدي من السهل للصعب، اتفرجوا على اخر الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. العربيه دي كانت جميله. لف وشك يلا يا نينا. انا بحبها جدا. وشك يلا. يلا لف وشك. ده انا هطلع عينيكوا، استنوا بس. ليه طيب؟ غمضوا عينيكوا. غمضوا عينيك. غمضي عينيك يا جمانة انت وحنين. يلا. غمضي عينيك. انت اللي عليك الدور يا حنين. استشوار بايظ. يلا يا حنين ما تبصيش. ايه ده يا حنين؟ استشوار. انهي استشوار؟ استشوار. ايوه الاستشوار اللعبه. بص شطوره والله. ده حقيقي بس. وربنا كنت فاكره مش هتعرفه. عرفتها هي؟ ما شاء الله. يا جماعه بجد ما شافوش الفيديو، ما شافوش الحاجات اللي هي بتاعتها. لقيتها عماله تزحلق مني كده، عماله امسكها بالعافيه، لقيتها تشوط. طيب شاطره، لف وشك يلا. انا اللي عليا الدور يا جماعه. ماشي، ما احنا عارفين يا اختي. وانا بعديها كمان. ايوه غمضي عينيكم. خلاص؟ استنى يلا. غمضوا عليكم. انا سمعت على بكره. طب قلنا ايه؟ بطاطس. بو. خلاص سمعوا، خلاص شوف لهم حاجه ثانيه، شوف لهم حاجه ثانيه. لف وشكم. لف وشكم. أصلاً خلاص مش هنتكلم. انتوا شايفين بقى يا جماعه احنا مش هنتكلم عشان احنا قريبين منهم قوي. يلا يلا شاور عليها بس. يلا دورك يا جمانة، لفي شوفي لف الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايه دي؟ دي قوطة. لا غلط. فكري. استفنجي. استفنجي. ايوه استعدادي استفنجي نسيت اصلا الاول. غمضوا عينيكوا. اه خلاص خلاص لفي كده حنين. استني شوفي دوري كده. يا ماما ايه ده؟ ده عنب. ايه قطة؟ قطتي. بس هما بيحبوه جدا اصلا. ده ارمس. ما انا لقيته شعر 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 شعر. انا عملت كده لقيته ارنب عمال يلحسني. يلا. ما بخافش من الارانب خالص. اهو بابا ماسكه. ما تعلمين عليه. كبيله قولي. ليه ما تمسكوش كده يا بابا؟ هات ودي هات ودي. الف. ايوه. لفي غمض عينيكوا يلا. ماشي. استنوا هجيب لكم حاجه فظيعه اخر الفيديو. ده اخر فيديو يا ماما. مش هيعرفوها. حطها له حطها له. حطها له مش هيعرفوه. احنا هما لحد دلوقتي اذكياء جدا ما شاء الله. دي ماما ده يعني كده. خليك عندك حنين. سفنجة بتاعت المواعيد. كنت شايف. اذكياء ما شاء الله. الله اكبر. لفوا. يلا لف وشك. لفوا. غمضي عينيكي. غمضي. غمضي عينيكي. محدش يبص لحبيبي. يلا يا نينو. يلا يا نينو. شوفي لف الصندوق. بالراحة ما تلفيش الصندوق. ايوه. تعالي على جنب شوية. لا 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 ما تبصيش. بنتي دي خمامه قوي. نصابه مش خمامه. ما تفندي. لا مش استفاد. لا ديكور ولا ايه؟ لا ما تبصيش. يا خمامه. لا تعدي طبعا يا جماعه. لا ما تتعديش ليها. لا قول خليها تشوف. بصي طلعت ايه. ليمونه. انت خسرانه. هتاخد العقاب. في عقاب. يا نهار. في عقاب بجد على اخر الفيديو بقى. لا 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 حرام حرام يا بابا. لا 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 حرام حرام. ليه يا بابا كده حرام؟ يلا لف وشكم. لف وشكم عشان اقول لك لفي وشك. مشغلين. اصبري اصبري. مشغله. اصبري. دي مشغله. صح. عايزه اقول لكم يا جماعه كل سنه وانتم طيبين كلكم عشان عيد الحب. هو احنا مش بنعترف بيه بس احنا عشان احنا بنحبكم خالص. بنحبكم قوي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين عشان احنا بنحبكم. حطوا لايكات كتير 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 قوي. عشان هتلاقوا مفاجآت جامدة جدا فظيعة. اخر اخر الفيديو فيه مفاجآت جامدة جامدة جامدة. يلا 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 كسر كسر كسر. قلنا ايه طيب؟ مش عارفة. طب هو ما سمعتيش يا سوسة. يلا نفرشك. يلا يا جمانة. شوف اللي في الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اعرف. مش هتعرفي. خليك عندي لحم. مش هعرف. جزر. لا جزر. لا بطاطس. البطاطس هي بتبقى طويلة كده. ده ايه؟
طلعت ايه طيب؟ طب وريها لها كده يا بابا، هي عرفتها ولا لا؟ جزرة. ما انا قلت جزرة. قالوا لي في وشكوا؟ اصل بابا مش خارج جزرة يلعب لها كده يا بابا. لي في وشكوا لو هما لعبوا؟ انا عليا الدور يا جماعه، والله انا اللي عليا الدور. ايوه ما احنا عارفين. ماشي. غمضي عينك طيب. اصبروا. ما تبصيش. حنين يا غشاشة ما تغشيش. الغش حرام. ايوه. انا غشيت. لف وشك واستنى عشان اصبروا. يلا بص يلا يا حنين لفي يا ماما. شوفي الصندوق من غير ما تبص عليها يا ماما. ايه دي؟ الدبدوب؟ لا بس مفيش دبدوب. ما تبصيش دبدوب. يلا بص ما تبصيش. مخدة؟ لا لا. ايه دي؟ ما تبصيش. ايه هي؟ ما تبصيش. مخدة؟ لا مخدة. يا حاجة عاملة زي المخدة. ما تبدوب. تبدوب كده كبير. اقول لا. عايزين نعرف يوم ما تتعض. ايه؟ جاكيت. ايوه اخيرا. ايه جاكيت ده حبيبي؟ الجاكيت بتاعها الفرو. حبيبي ما عرفتوش. انا ما بلبس على الصيف على طول، بروح اخرج واعمل كده. الشتا يا مدر. الشتا يا مدر. انت بتلبسي بالشتا؟ اه لا ما بلبسش بالصيف برضه. الشتا احنا غمض عينينا. لفي وشك. يلا يا بابا بسرعه هات لهم الحاجه. غمضي. يلا يا قطيتي. يلا يا بابي. بس يا بت ماما زين. ايوه قولوا قولوا قولوا. احنا ولادكم هنرفع راسكم. قولوها من الاول بقى. بابا هو اللي قال الاغنيه دي وانا سامعها. طب قولوها من الاول. طيب الاغنيه دي كده. بابا احمد ماما زينب احنا ولادكم هنرفع راسكم. ايوه بس احمد ماما زينب احنا ولادكم هنرفع راسكم. تاني تاني. ماما احمد ماما يلا. بيقولوا ماما احمد. ماما احمد ماما زينب احنا ولادكم هنرفع راسكم. غمضي. خلاص شفت. اللي زينا. وبعدين بقى غمضي عينيكي بقى. احنا كل ما نجيب لكم حاجه تبصوا. ما انت اللي قلت بصي. لا ما قلناش. انا كنت عارفه. يلا بابا احمد ماما زينب احنا ولادكم هنرفع راسكم. بابا احمد ماما زينب احنا ولادكم هنرفع راسكم. خلاص اه خليه في وشك. ما تبصيش. ماما لا بابا احمد ماما زينب احنا ولادكم هنرفع راسكم. اهي ما عرفتش الحمد لله. هي احنا بنتصالح بيها. ايوه طب اسمها ايه؟ مش عارفه اسمها. ليها اسم. ما هو لازم تجيب لنا الاسم بتاعها بقى. انا عارفه حاجه بنعمل بيها. انا عارفه بس مش هقول. انا عارفه بس بتعمل فيها البسمار ولا ايه دي؟ ما اعرفش ايه دي اصلا. انا الرجاله عارفين. انا عارفه. طب ايوه اسمها ايه بقى؟ لا غلط. اسمها ايه؟ انت مش عليك الدور يا حنين. هي انا عارفاها والله. طب ايوه اسمها مش عارفه اسمها. افتكري بابا. خرزية بتاعت الليل. يا جماعه بتاعت الخرطوم لما بتدخلوا عليها البتاع كله بتاع في البتاع. لا بتاعت الخرطوم. لا لا لما تفتحوا ال اشوفها الميه خسرانه. مفتاح مفتاح كوب. امال ايه المفتاح؟ مفتاح.
مفتاح؟ هبقى نفتح الباب يعني؟ لا بنفتح بيه الصامولة كده يعني. لا بنفتح بيه لما حنفية يعني. ايوه حنفية، اي حاجة من دول. بس بس يلا يا ريت حاجة اعرف. ما تفتحوش، ما تفتحيش. يلا يا نينو. زينة يا بنت اللذينة. يا بنت اللذينة. أنا عارفة من زمان، شان عارفة من زمان. في الكاميرا. والله سوسة والله. أنا سوسة، أنا عارفة كل حاجة. الألعاب بتاعتي عشان أيوة ماشي. طب احنا نجيب لهم ايه دول؟ جاي الصعب. أيوة في صعب، صعب. وده آخر حاجة؟ لا لسه في حاجات كتير. يلا طيب. بابا احمد، ماما زينب، احنا ولادكم هنرفع راسنا. يلا شوفي ايه اللي في الصندوق. يلا يلا. مين اللي هيشوف؟ انا. جمال. ده اسبرين؟ لا. ده. لا بصيش. لا شفتيها تخسر. لا بصيش. لا شفتيها تخسر. لا بص عليها بقى فيها عقاب. هي اسبريه حاجه معرفش ايه. رشاش. لا ايه معرفش، حاجه صعبه جدا. فكري ايه ايه تاني الحاجات اللي احنا بنرش بيها. بتاع الدبان. اسمه ايه بقى؟ برسول. برسول. ايوه بتاع الدبان. خلاص بس عشان ما يجيش على وشك. بس 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 خلاص. ريحته فظيعه. لفوا ماشي. يلا جاي جاي الصعب. يلا لفوا. لفوا والله والله. لا انا صعب. ماشي ماشي. خلي حنين هي. ايوه جمنه خليكي بس مركزه على حنين ان هي بت. اتعد لي اتعد لي يا حنينو. ماشي. يلا يا حنين. والله ما بس والله ما بس. طب يلا بص. يلا لف وشه. شوفي في الصندوق. بتاعت اللي انا عارفه ميسي ماليش اكو. عارفه بتاعت الطاقيه بتاعت جمانه. ايه ده انت ازاي عرفتيها؟ هي يا بنت اللذينة. ايه انا عارفه كل حاجه. طيب ماشي خلاص خلاص ماشي. انت عرفتيها ازاي؟ طيب انا عرفتها عشان شبه الضوئيه بتاعه جميل. طب وانت شفتي حاجه؟ لا هو مش شفت حاجه. انا عملت كده يعني انت ما شفتهاش وعرفتيها. ايوه طب انت عرفتيها ازاي؟ ده انا والنعمه ده انا لو حطيت ايدي عليها ما اعرفها. اتفكر 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 اتفكر. انا طلعت منها. ايوه فين جمانة؟ راحت فين؟ غمضي عينيك يا جمانة. على فكرة جمانة يا جماعة غمضي عينيك. اخش ليه؟ غمضي عينيك. انا لا يلا ليشي. شوفي اللي في الصندوق. ماليش دعوة. انا عايزة اقول مش عايزة ايه هي؟ حنفية؟ لا بصيش. اسمها ايه؟ اكتر واحد هيغلط اللي هيتعمل عليه عقاب جامد. ايوه اسمه ايه بقى؟ رطاطة حنين. انت عرفتيها؟ ايوه انا عارفه. ليه بتاعتي؟ انا 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 بتاعت الحمامي. ماشي انا اعتبرها صح. انا اعتبرها. يلا انا اعتبرها صح. دوش بتاعت الدوش بتاع السماعه بتاعت الحمام. بتاعت الحمام اللي بيلعبوا بيها. يلا انت بصيت لي يا بابا. لفوا وشكم. اشكرك.
لف وشك. بابا احمد لف وشك. مش انا اللي لف وشك حنين. ايه اللي في الصندوق يا حنين؟ لفي. مش عارفه اسمها. مش عارفه اسمها. لا ايه لا ايه ده؟ طب انت عرفتي من فين؟ يا رب انا عارفه كل حاجه. والله العظيم يا رب يا بنت. عشان ما اتعلم. بروح المدرسه بيقولوا لي كذا كذا وعملوا لي تحدي. يا سلام بيجيبوا لك بعد الكاتشب في المدرسه. لف وشك. انا اللي فيه. انا محظوظه يا جماعه محظوظه حظ. اي لف وشك. فظيعة حنين فظيعة. فيها صوت. ايه دي؟ اه ماشي. دي فرشة. لا مش فرشة خماجة يعني كده. يلا لفي شوفي ايه اللي في الصندوق. انا سويت حاجة. لا لا جمالة تقريبا اي حاجة كريم. كريم ايه؟ كريم انا عارفة. كريم انا عارفة يعني جمالة. يا لهوي على العيال. ايه ده؟ عرفته؟ غمضي. ليه؟ غمضي يا حنين. يلا يا حنين لفي. اوعي يا جمانة اوعي يا جمانة. يلا ما تعرفيها. ما تبصيش. اه ازاز. ايه ازاز ايه؟ اسمها ايه؟ يا لهوي اسمها ايه؟ اسم لا بتاعت ايه؟ اسمها ايه؟ كرة الأرضية. النجفة. خسرانة مش هنعتبرها صح. عرفتها ما شاء الله. بس عرفتها. اه عرفتيها صح؟ بحاول اطلعك غلط. ما شاء الله. يلا يا جمانة يلا يا جمانة روحي يلا غمضي عينيك. لفي. اتكسرت. وريني انتي فاتحه. اه اتكسرت. يلا لفي. بس القطه بتاعتك القرعه. يلا جمانة اتكسرت الحمد لله. اخر واحده دي حبيبتي. يلا لف وشك. اه انا مش عارفه. يلا انت عارفه. انا تعبت من الوقفه. ماشي ما شافتش. لا ما شافتش. يلا يا جومينا ورينا هتعرفيها ولا لا. ما اعرفش. شوف ايه اللي في الصندوق. وحوي اسمه ايه؟ وحوي فانوس. وحوي وحوي انا مسطوله. وحوي وحوي وحوي. كل سنه وانتم طيبين عشان كان امبارح اول رجب. كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده ثالث رجب. مين لفي؟ انا بس لفي. لا وانا كمان في الاخر. الاخر انا الاخر انا. بس بابا ربط لها عينيها عشان البت دي خمامه قوي. يا بابا خلاص كده؟ لا لسه. انا بغمى عليهم هما الاثنين. ايوه احنا الاثنين هنعرف فوق. عشان لحد دلوقتي هما غلبونا جامد جدا. ما كنتش اتوقع انهم يعرفوا الحاجه دي. اللي جاي بقى صعب يعني. قلت الحاجات دي مثلا مرميه وكده في اللعب بتاعتهم. ايوه يلا. طب يلا يلا. طبعا انا مغمى عينيهم عشان ايه هيتعرف ايه اللي في الطبق في الصندوق. لا ترى على الدور. لا لسه استني. اول ما اقول لك عليك الدور عليك الدور. لسه يا بنت. انا وحنين علينا الدور. يلا حطهم حطهم. يلا حطهم. هما الاثنين هيلعبوا. هما الاثنين ده منه عقاب واللي هيعرفه هو اللي مش هيدور. يلا حطوا ايديكم وانتم مغمضين. لا مش عارفين دي. لا انا شلت. ماشي تعرفي ايه هو؟ كركم؟ شوكولاتة؟ لا كركم؟ لا
كركم. لا في طبقين، طبقين في طبقين هنا وطبق هنا. ايوه شوفي ده ايه؟ شطه. لا طب حطيها ببقك كده وجربيها. شطه. لا لا حطيها ببقك ودوقيها. حطيها ببقك. لا ما تبصيش، حطيها ببقك. شوفي ايه هو؟ حطي ببقك. ايه الطعم ده؟ لا ارفع ارفع. طعمها حلو. طعمها جميل. استنى استنى وتابعوني في التحديات الجديده. بص لا 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 استنى استنى. بص الشحنين بقى اللي هو ايه الطبق الحظ اللي جالها. بص حنين. وانا بس توكتي توكتي. طبق الحظ هو اللي جالها في الاخر، اللي هو ده المفاجاه على اخر الفيديو. لاول مره يشوفنا مصطلح واشتراك في القناه وفعل الجرس عند الكل مش مخصص عشان يوصلك كل جديد. سلام.